المشاهدون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بكم إلى عرضنا الإخباري من قناة الشروق. والبداية بالعناوين. رئيس جهاز المخابرات المصرية يجري مباحثات في الخرطوم حول ملفات التعاون الثنائي. السودان يطالب بتأجيل التفاوض حول سد النهضة لتكملة التشاور الداخلي حول الملف. ملتقى جامعة الخرطوم يؤكد ضرورة الاستقرار الدستوري وسيادة حكم القانون. أهلا بكم إلى التفاصيل. أجرى رئيس جهاز المخابرات العامة المصرية عباس كامل مباحثات في الخرطوم اليوم مع رئيس الوزراء عبد الله حمدوك ورئيس مجلس السيادة الانتقالي عبد الفتاح البرهان والنائب الأول لرئيس مجلس السيادة الانتقالي محمد حمدان دقلو. وبحسب بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء أن اللقاء جاء في إطار العلاقات الثنائية والتعاون بين البلدين. كما ناقش مع حمدوك ملف سد النهضة وتطوراته ومواقف كلا البلدين بعد القمة المصغرة التي انعقدت قبل نحو أسبوع. وأكد اللواء كامل أن اللقاء مع رئيس مجلس السيادة أمن على أهمية التعاون المشترك بين البلدين في شتى المجالات الأمنية والاقتصادية. هذا وقد نقل رئيس جهاز المخابرات العامة المصرية رسالة من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي تتعلق بالعلاقات الثنائية بين البلدين. عقدت اللجنة العليا لمتابعة ملف سد النهضة الإثيوبي برئاسة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك عقدت أول اجتماع لها بحضور أعضاء اللجنة ووزراء شؤون مجلس الوزراء، العدل، الخارجية، الري والموارد المائية، ومدير عام جهاز المخابرات العامة، ومدير عام هيئة الاستخبارات. وقد ناقش الاجتماع خطوة الملء الأحادي من جانب إثيوبيا وأثرها على السودان ومسار التفاوض في المستقبل. وقد أمن الاجتماع على طلب السودان تأجيل التفاوض لمدة أسبوع ليبدأ الاثنين القادم في 3 أغسطس، وذلك لتكملة التشاور الداخلي حول هذا الملف المهم. كما أمن الاجتماع على مواصلة التفاوض للوصول لاتفاق مرض وملزم لكافة الأطراف. أوضح رئيس مفوضية السلام سليمان الدبيلو أهمية دور بعثة اليوناميت في دعم عملية السلام وتحقيق الأمن والاستقرار في السودان. وأشار الدبيلو في تصريح لسونا عقب لقائه اليوم نائب رئيس بعثة اليوناميت بالسودان إلى ضرورة دعم البعثة لجهود اللجنة الوطنية لحفظ الأمن، قائلا إن الأمن هو الأساس في تنفيذ أي اتفاق سلام مع اليوناميت، ذلك فيما يتعلق بقضايا النازحين واللاجئين في دارفور. وأشاد بدور البعثة في دعم منجبة لمفاوضات السلام، وقال سيكون هنالك تنسيقا مشتركا بعد توقيع اتفاق السلام في دارفور. وأبان الدبيلو أن اللقاء تطرق إلى بعض الالتزامات التي التزمت بها اليوناميت بشأن دعم المفوضية واللجنة الوطنية لحفظ الأمن وعقد ومد المفوضية بمعلومات حول النازحين في المعسكرات المختلفة. قمنا به السابق حول الجهود في دارفور، وبادئ ذي بدء أكدنا مع أهمية أن تسعى يوناميت لدعم اللجنة الوطنية لحفظ الأمن، لأن الأمن حقيقة هو أساس تنفيذ أي اتفاق سلام. بجانب ذلك تابعنا بعض الالتزامات التي سبق وأن التزمت بها يوناميت للمفوضية، سواء كانت فيما يلي المكاتب وتأسيسها وما إلى ذلك، المكاتب في دارفور. وطلبنا أيضا منهم مدنا بمعلومات متكاملة حول النازحين في معسكرات دارفور والتجمعات، وتم الاتفاق على أنها ستقوم بمدنا بتلك المعلومات بعد تجهيزها وتحضيرها، وسيكون بيننا تنسيق تام في هذا المجال. لقاء كان حقيقة مثمر، وتعودنا من يوناميت في الماضي في أنها تعاونت معنا سواء كان في منبر جوبا أو في موضوع اللاجئين وإشراكهم والمجتمع المدني الدارفوري وإشراكهم في جوبا، وكذلك موضوع النازحين. قال
قال عضو مجلس السيادة الانتقالي حسن شيخ إدريس قاضي إن وضع الدستور هو مسؤولية الجمعية التأسيسية القادمة بعد انتهاء الفترة الانتقالية. ولدى مخاطبته اليوم الجلسة الختامية لملتقى حول الانتقال الديمقراطي نظمته جامعة الخرطوم، قال إن الوضع الأمثل هو الأخذ والاقتداء بالتجربة التونسية، وهي أن الجمعية التأسيسية هي من تضع الدستور. ومن جانبها دعت رجاني كولا عيسى عبد المسيح عضو مجلس السيادة الانتقالي، دعت إلى أهمية الإسراع في تشكيل المجلس التشريعي ليطلع بمهامه خلال الفترة المقبلة والإسراع في إنشاء مفوضية الإصلاح القانوني. من جهته أكد عضو مجلس السيادة الانتقالي إبراهيم جابر أن الغرض الأساسي هو بناء الاستقرار الديمقراطي المستدام، وأعلن عن دعم مجلس السيادة والحكومة الانتقالية لجامعة الخرطوم في اختيار 10 أشخاص للقيام بزيارة لعشر دول، وذلك للاطلاع على نماذج الدساتير الانتقالية المطبقة بها. حقيقة تزداد الثورة بكم وبأبنائها ألقا، والأرض الأساسي لنا جميعا هو بناء الاستقرار الديمقراطي الدائم على السلسة الممارسة الديمقراطية وتحديد شعارات الثورة. وهذا ليس بجديد أن يكون حامل المشعل في هذا الأمر جامعة الخرطوم. أتفق معكم في نقطة ثانية بخصوص أن والتعديل الوظيفة الدستورية فعلا اختصاص المجلس التشريعي. حينما نصت الوثيقة الدستورية في المادة 24 البند 4 انه يجب تشكيل المجلس التشريعي، نصت على انه لا يتجاوز 90 يوما. ناقش ملتقى جامعة الخرطوم للبناء الوطني والانتقال الديمقراطي اليوم محور الإصلاح الدستوري والسياسي وتنقية الفضاء العام، وذلك ضمن جلسته الختامية لمناقشة توصيات ونتائج الملتقى. استعرض الدكتور محمد عبد السلام عميد كلية القانون بجامعة الخرطوم أهم قضايا الإصلاح الدستوري والسياسي والتي شملت عملية صناعة الدستور، موضحا أن أهم القضايا التي أثيرت بخصوص ذلك عدم الاستقرار الدستوري في البلاد وضعف احترام سيادة حكم القانون، بالإضافة إلى الانقلابات العسكرية المتكررة. وتناول أهمية الإصلاح القانوني للمؤسسات العسكرية والأمنية ومحاسبة الانتهاكات السابقة من هذه المؤسسات، مضيفا بضرورة إصلاح قوانين الخدمة المدنية وإصلاح قوانين المؤسسات الحزبية. وأنا سعيد جدا بالتوصيات اللي قدمت اليوم بعد أسبوعين من الحوار بين معظم مكوناتنا الوطنية في السودان. أنا أفتكر ليس فقط القضايا التي نوقشت في خلال الأسبوعين كقضايا البناء الوطني والانتقال الديمقراطي في السودان، صحيح هي قضايا مهمة، قضايا غطت معظم الموضوعات اللي يفترض كسودانيين نتوافق حولها عشان نحدد مستقبل الدولة السودانية، لكن أنا سعدت صراحة باستعادة جامعة الخرطوم كبيت خبرة وطنية لمكانتها التاريخية وانفتاحها على قضايا الوطن. أنا أفتكر جامعة الخرطوم اليوم ابتدرت فعالية الحوار الوطني، ودي فريضة غائبة في السودان. مؤسساتنا الأكاديمية في السودان العريقة تحديدا زي جامعة الخرطوم كونها تستأنف نشاطها ومسؤوليتها الوطنية وتحاول تجمع مجموعة الطيف السياسي في السودان ويتناقشوا حول قضايا الراهن ومستقبل بناء الدولة الوطنية. أنا أفتكر ده كان عمل طيب. أنا برضو لاحظت أن هنالك إجماع من جميع الحضور على جميع القضايا التي طرحت، وافتكر مسؤولية جامعة الخرطوم هي مواصلة نتائج هذا الحوار ومحاولة إدارة نقاش مباشر مع المواطنين عبر المنافذ بتاعت مؤسسات التعليم العالي المختلفة.
عقدت اللجنة العليا لتفكيك نظام 30 من يونيو وإزالة التمكين واسترداد الأموال المنهوبة ومحاربة الفساد برئاسة الأستاذ محمد الفكي سليمان رئيس المنول للجنة اجتماعا اليوم بالقصر الجمهوري مع ولاة الولايات الجدد. وأوضح صلاح مناع عضو لجنة إزالة التمكين في تصريح صحفي أن اللقاء أكد أهمية عمل لجان إزالة التمكين ومحاربة الفساد في الولايات وأهمية ذلك في تأسيس عمل ديمقراطي مدني في الفترة الانتقالية. وقال مناع إن تكوين لجان الولايات سيتم عبر توافق معين حيث يقوم الوالي بتسمية المسؤولين الذين يمثلون الدولة في لجنة التمكين والتوافق مع قوى الحرية والتغيير في الولايات المختلفة. تم التأمين على أهداف لجنة إزالة التمكين وتم شرح للولاة وتم تمليك الولاة القوانين القانون الأول والقانون المعدل 2020 وأيضا تم تمليك بعض المعلومات والطرق والأسس الأساسية واللجان الفرعية وحوية الولايات لجان إزالة التمكين وأهمية ذلك في تأسيس عمل ديمقراطي مدني في فترة انتقالية تحول ديمقراطي. ونحن لدينا إيمان قاطع بأهمية لجنة إزالة التمكين في تثبيت أسس الثورة والتغيير الذي يتطوق إليه كل الشعب السوداني. وأمن الولاة على دور لجنة إزالة التمكين وهم كل والي سوف يكون رئيسا للجنة إزالة التمكين. قال والي ولاية شمال كردفان خالد مصطفى إن حكومته ستعمل على تحسين الوضع المعيشي لمواطني الولاية بالإضافة لتحسين الخدمات وإحداث التنمية المتوازنة خلال المرحلة القادمة. وأكد خلال حديثه في أول تنوير صحفي لوسائل الإعلام عقب أدائه القسمة واليا للولاية، أكد أن ولايته تواجه تحديات كبيرة خاصة فيما يتعلق بالقضايا التي تهم إنسان الولاية، مؤكدا أن حكومته تمد أيديها بيضاء وترحب بكافة أبناء الولاية بمكوناتهم المختلفة من أجل مواصلة نهضة الولاية، كاشفا عن خطتهم لصيانة طريق الصادرات بارا أمدرمان، بالإضافة لمواصلة مشروعات التنمية المختلفة في مجالات الصحة والتعليم والمياه وغيرها من خدمات التنمية المختلفة. كل يوم الخادم المطيع لشؤون وقضايا الولاية عموما في جميع الخدمات من الصحة والتعليم والأمن ومعاش الناس بصورة عامة، ومشكلة الطريق الغومي طريق بارا جبرة أم درمان أيضا برضو في البال، والمشاريع بتاعت الإعاشة ومشاريع النهضة ونهضة كردفان ومشاريع التنمية والنهوض بإنسان الولاية ومكتسباته واحتياجاته. إن شاء الله يعني دي من أولوياتنا، والأهم من كل ذلك معاش الناس والأمن. نكرر من أولوياتنا خططنا وبرامجنا للولاية إن شاء الله معاش الناس وأمن الناس. وصف القيادي بقوى إعلان الحرية والتغيير بنهر النيل صالح عمر خطوة تعيين الولاة المدنيين بأنها خطوة جادة في اتجاه استكمال هياكل الحكم المدني. أطالب صالح بالالتفاف حول الولاة المدنيين للعبور بالبلاد إلى بر الأمان، وأعلن عن وقوف ومساندة ودعم قوى إعلان الحرية والتغيير والمنظومات الثورية لبرنامج الوالي بغية الوصول للتحول الديمقراطي المنشود. رسالة نحب نوجهها للجميع الثوار ولجميع الحاذبين والراغبين وأصحاب المصلحة في عملية التغيير، في أنه الوالي المدني ما عنده عصاية سحرية عشان يحدث عملية التغيير، وإنما بيحتاج لمجهوداتنا كلنا ودعمنا كلنا لبرنامج التغيير اللي وثقنا عليه أصلا في بداية الثورة عبر ميثاق الحرية والتغيير، وإنه نلتف كلنا حول هذا البرنامج ونلتف كلنا حول الولاة المدنيين. رسالة برضو نبعثها للدكتورة آمنة في إنه نحن في قوى الحرية والتغيير وفي كل المنظومات الثورية جاهزين تماما لبذل أي مجهود في سبيل استكمال عملية التغيير وعملية وصول لتحول ديمقراطي حقيقي. عملية نجاح الحكومة الانتقالية واحدة من أهدافنا الأساسية اللي حنشتغل عليها جميعا بكل حقيقة. احنا مبسوطين انه مواكب 30 يونيو ما مشت ساي،
انه في واحده من المطالب، انا بقول واحده من المطالب لان المطالب كثيره جدا، انه تمت الاستجابه اللي هي تعيين الولاء المدنيين، ونتمنى انه تستكمل كل هياكل السلطه حتى المجالس التشريعيه. دعمنا الكامل نعلن عنه للدكتوره امنه المكي بما انها تمثل نساء ولايه نهر النيل، واماننا معقوده عليها في الفتره القادمه، ونتمنى انه بقيه مطالبنا. أعلنت قوى الحرية والتغيير بولاية القضارف عن كامل دعمها لوالي القضارف الجديد، معتبرين اختياره انتصارا لخيارهم الاستراتيجي ودعما حقيقيا للعملية الديمقراطية التي تم من خلالها ترشيح مرشحي قوى الحرية والتغيير لهذا المنصب. وقال طارق داود الناطق الرسمي باسم تنسيقية قوى الحرية والتغيير بولاية القضارف إن والي القضارف الجديد لا ينتمي لأي جنسي ولا يمثل أي حزب، إنما يعبر عن إجماع أهل الولاية، داعيا جماهير الولاية وقطاعاتها المختلفة للتوحد خلف الوالي ودعمه حتى ينجح في تحقيق مطلوبات الفترة الانتقالية. هذا الوالي ما رشحته لا شلة ولا حزب ولا كتلة ولا أي شكل من أشكال الترشيح. الوالدة تم ترشيحه وشارك المواطنين في ترشيح هذا الوالي في كتابة وصياغة القوانين الموضوعة والمعايير المخطوطة، وتوسعت المشاركة واتفتحت المشاركة في دار المعلمين، وتم تقديم أكثر من 50 استمارة، وبالتالي هذا الوالي والي لكل جماهير القضارف. تسلم عضو مجلس السيادة الانتقالي صديق تاوري لمه بخطيب الخرطوم مذكرة مطلبية من أبناء محلية قريضة بولاية جنوب دارفور بالخرطوم حول الأحداث التي شهدتها المحلية مؤخرا. وأكد عضو مجلس السيادة أنه سيعمل على متابعة تنفيذ مطالب أبناء المحلية مع الجهات المختصة، مشيرا أن مناطق متفرقة من السودان شهدت خلال الفترة الماضية أحداثا متشابهة راح ضحيتها عددا من مواطني تلك المناطق. وقال حمية قريضة بالخرطوم نجم الدين علي إبراهيم إنهم سلموا مذكرة تتضمن مطالب أهل المنطقة فيما يتصل بتوفير الأمن والاستقرار ونجاح الموسم الزراعي، وكذلك فتح المسارات لعودة المنظمات لتقديم المساعدات للمواطنين، فضلا عن التكافل والتكفل بعلاج المصابين وإعادة الأمن والاستقرار بالمنطقة. جينا سلمنا خطاب للبروف صديق طاور بخصوص أحداث محلية قريضة، أحداث مجزرة أبدوس الذي راح ضحيتها 19 قتيل و28 جريح. الحمد لله اتجاوب معنا، والآن الثوار بمحلية قريضة لها 5 يوم في اعتصام، والمطالب موجودة، وقبل اليوم الثوار قدموا مطالب، والآن جينا زدنا المطالب، ونأمل أنه مجلس السيادي ومجلس الوزراء يروا لهذا المطالب بعين الاعتبار، وأن يروا للجرحى الناس تحاول، وأن يأمنوا المنطقة بقوات نظامية مشتركة ومحايدة، وأن يتم محاسبة المؤتدين. أعرب سفير الألباني لدى السودان ليرش كوليكينار عن تقديره للتحول والتغيير السلمي الإيجابي الذي حدث بالسودان. منح رئيس مجلس السيادة الانتقالي عبد الفتاح البرهان سفير ألبانيا وسام النيلين من الطبقة الأولى تقديرا وعرفانا لدوره في دفع وتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين. وجدد سفير الألباني لدى السودان دعم بلاده لإنجاح الفترة الانتقالية وتعزيز الإصلاحات الاقتصادية في السودان. وخلال لقائه السفير الألماني بمناسبة انتهاء فترة عمله بالسودان، أشاد رئيس مجلس السيادة الانتقالي بعمق ومتانة العلاقات السودانية الألمانية. هذا وقد أعرب السفير الألماني عن شكره وامتنانه لحكومة وشعب السودان لما وجده من تعاون خلال فترة عمله بالخرطوم، مشيرا إلى مساهمة بلاده عبر مؤتمر شركاء السودان الذي انعقد في برلين أواخر يونيو الماضي.
غيب الموت اثنين من أعمدة الوسط الفني في السودان، وهما المهندس عز الدين محمد إبراهيم مؤسس شركة السوداني ساوند والذي توفي بالقاهرة، والفنانة الموسيقية دكتورة حواء محمد آدم المنصوري الأستاذة بكلية الموسيقى والدراما والعضو المؤسس لفرقة عقد الجلاد، ونعى وزير الثقافة والإعلام فيصل محمد صالح الراحلين. وقال في بيان صحفي إن المهندس عز الدين أسس شركة سوداني ساوند ولعب دورا كبيرا في تنشيط الصحة الفنية وربطها بكثير من الأفكار المميزة. وعن رحيل الفنانة حواء المنصوري أنها أسست مع زملائها فرقة عقد الجلاد في النصف الثاني من الثمانينات، وهي الفرقة التي وضعت بصمتها المميزة في حركة الموسيقى والغناء بالسودان. عرضنا الإخباري متواصل معكم وفيه عقب الفاصل. ارتفاع أسعار الأضاحي في أسواق المواشي وتدني ملحوظ في القوة الشرائية. أهلا بكم وفي أخبارنا العالمية. قال رئيس وزراء لبنان حسان دياب اليوم الثلاثاء إن إسرائيل اعتدت على سيادة بلاده عبر تصعيد عسكري خطير على الحدود يوم الاثنين، ودعا إلى الحذر في ظل التوتر. وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد قال إن القوات الإسرائيلية أحبطت محاولة من جماعة حزب الله للتسلل عبر حدود لبنان يوم الاثنين، وهو ما نفته الجماعة الشيعية المدعومة من إيران. وأحصى شاهد من رويترز في لبنان عشرات القذائف الإسرائيلية التي سقطت على منطقة مزارع شبعة تنازع عليها. ذكرت وكالة تسنيم الإيرانية شبه الرسمية أن الحرس الثوري الإيراني بدأ تدريبات عسكرية في الخليج في وقت تتصاعد فيه حدة التوتر بين طهران وواشنطن. وفي السنوات الأخيرة حدثت مواجهات متفرقة في الخليج بين الحرس الثوري والجيش الأمريكي الذي اتهم البحرية التابعة للحرس الثوري بإرسال زوارق الهجوم السريع للتحرش بسفن حربية أمريكية أثناء عبورها مضيق هرمز. وتعارض طهران وجود القوات البحرية الأمريكية والغربية في الخليج، وتجري تدريبات بحرية سنوية على مراحل في الممر المائي والذي تمر عبره نحو 30% من إجمالي تجارة النفط الخام والسوائل النفطية الأخرى المنقولة بحرا. قال المتحدث باسم حركة طالبان اليوم الثلاثاء إن الحركة ستلتزم بوقف إطلاق النار لمدة 3 أيام في أفغانستان بدءا من يوم الجمعة بمناسبة عيد الأضحى. وأضاف المتحدث ذبيح الله مجاهد على تويتر: وحتى يقضي شعبنا أيام العيد الثلاث في طمأنينة ودا، تلقى جميع المقاتلين تعليمات بعدم تنفيذ أي عملية، لكنه أشار إلى أن مقاتلي طالبان سيردون في حالة تعرضهم لأي هجوم من القوات الحكومية. وتصاعدت وتيرة العنف في أفغانستان خلال الأسابيع القليلة الماضية مع تعثر اتفاق لمبادلة السجناء بين الحكومة وطالبان. أصدرت محكمة ما اليوم الثلاثاء حكما بالسجن 12 عاما على رئيس الوزراء نجيب عبد الرازق بعد إدانته بالفساد، وذلك في أول محاكمة تتعلق بفضيحة مالية بمليارات الدولارات في صندوق الاستثمار. وحكم قاضي المحكمة العليا بالسجن 12 عاما على نجيب وغرامة قدرها 210 ملايين رينجيت و 49.4 مليون دولار بتهمة إساءة استغلال السلطة. وقضت المحكمة كذلك بسجن نجيب 67 عاما لعشر سنوات عن كل تهمة من 3 بخيانة الأمانة و3 بغسل الأموال من أجل الحصول دون سند قانوني على نحو 10 ملايين دولار من وحدة SRC International والتي كانت تابعة للصندوق. وقال القاضي بعد النظر في جميع الأدلة في هذه المحاكمة أثبت الادعاء قضيته بنجاح دون أي شك منطقي.
وفي أخبارنا الاقتصادية قال وزير الصناعة والتجارة مدني عباس مدني إن الوزارة تراجع بشكل دقيق وعلمي حركة الصادرات والواردات وتأثيرها على الميزان التجاري، كما تتابع حركة الأسواق الداخلية وتأثرها بذلك. وشدد مدني على اهتمام وزارته ضمن أعبائها بتطوير الصادرات السودانية وترقيتها استجابة لمهامها ولرؤية الحكومة الانتقالية للنهوض الاقتصادي. وقال مدني بحسب وكالة السودان للأنباء اليوم الثلاثاء إن الوزارة تعمل على تطوير قدراتها في التعامل مع المتغيرات الاقتصادية بما يخدم مصلحة الوطن والمواطن وتطوير خدماتها لتصبح أكثر شفافية وفاعلية. ونوه إلى أن الوزارة اتخذت عدة قرارات في الأشهر الماضية تتعلق بالصادر والوارد. شرعت وزارة المالية في تطوير هياكلها الداخلية بإنشاء وكالة التخطيط الاقتصادي والتي تضم عددا من الإدارات تتولى لوضع الخطط الاقتصادية والسياسات والتحليل الاقتصادي للنهوض بالاقتصاد وتحقيق التنمية والاقتصاد والاستقرار في جميع أنحاء السودان. ووجهت وزيرة المالية المكلفة هبة محمد علي أحمد الاجتماع التأسيسي لوكالة التخطيط الاقتصادي اليوم الثلاثاء بإعداد خطة ثلاثية لتحقيق الأهداف الاقتصادية المنشودة، وأمنت هبة على ضرورة التنسيق الفعال مع الجهاز المركزي للإحصاء وذلك في سبيل توحيد البيانات والإحصاءات الاقتصادية في جميع أنحاء البلاد وتكوين مجلس استشاري بوكالة التخطيط الاقتصادي بالتنسيق مع الجامعات ومراكز البحوث الاقتصادية. يشكو أصحاب المواشي بشكل جماعي من ارتفاع تكاليف الترحيل واعتبروها السبب الرئيسي في رفع الأسعار. وتشهد أسواق المواشي بالخرطوم ضعفا كبيرا في القوة الشرائية بسبب ارتفاع الأسعار التي تصل إلى 30,000 جنيه أحيانا. وعزى أصحاب المواشي ارتفاع أسعار الخراف إلى الزيادة الكبيرة في تكلفة الترحيل والعلف، ولا يبدو الحال مختلفا في معظم أسواق المواشي بولايات السودان في ظل الارتفاع الكبير للأسعار والذي تشهده البلاد. أتوقع متعاملون في السوق أن تشهد الأسعار انخفاضا خلال الساعات القادمة، لكنهم استبعدوا أن يكون الانخفاض كبيرا في ظل أزمة الوقود التي تضعف من حجم الوارد إلى الأسواق من جهة، وإلى ارتفاع تكاليف النقل من جهة أخرى. نظم تقنيو هيئة البحوث الزراعية بالجزيرة وقفة احتجاجية دافعين عدة مطالب من بينها ترقية بيئة العمل وتحسين أوضاع العاملين وتصحيح أوضاعهم الوظيفية. ويأمل تقنيو هيئة البحوث الزراعية بالجزيرة تعديل الوصف الوظيفي من تقني إلى تقني ومراعاة الترقي الوظيفي مقارنة برصفائهم في الجامعات والمؤسسات البحثية الأخرى. أشاروا إلى حرمان حقوقهم الأدبية فيما يتعلق بنشر الأوراق العلمية. في ذات الوقت انتظمت عدة وقفات احتجاجية في محطات بحثية أخرى من بينها البحر الأحمر وكسلة، مؤكدة على مواصلة الاحتجاج. أما في أخبارنا الرياضية فقد أعلن رئيس اتحاد كرة القدم السوداني كمال شداد أنهم ماضون في استئناف النشاط الرياضي. وقال شداد في مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء إن اتحاده لم يوقف الدور الممتاز إلا بقرار من اللجنة العليا للطوارئ الصحية في البلاد، وأضاف أن لديهم موافقة من اللجنة العليا للطوارئ وبالتالي لا يتم إيقاف الممتاز. وطالب شداد وزارة الصحة والرياضة باللجوء إلى العليا للطوارئ الصحية حال أرادت إيقاف النشاط الرياضي. وكان اتحاد الكرة قد أمن في اجتماعه يونيو الماضي على استئناف النشاط الرياضي في 15 من أغسطس القادم. بات في حكم المؤكد استمرار أشرف سيد أحمد الكاردينال رئيسا لنادي الهلال العاصمي إلى حين عقد اجتماع الجمعية العمومية بعد انتهاء أجل المجلس أمس. وأمن رئيس اتحاد كرة القدم السوداني كمال شداد على استمرار مجلس إدارة نادي الهلال، وكان من المقرر عقد جمعية عمومية لاختيار مجلس إدارة جديد لنادي الهلال العاصمي، لكن ظروف البلاد التي فرضتها جائحة كورونا حالت دون عقد الجمعية العمومية للنادي.
وأمضى أشرف الكاردينال فترة 6 سنوات برئاسة النادي، استطاع خلالها المحافظة على وجود فريق كرة القدم بشكل دائم في دور مجموعات إفريقيا، بجانب التحديث الكبير الذي أدخله الكاردينال على ملعبه وإستاد نادي